اهلا وسهلا بيكم مشاهدين الاعزاء. النهاردة هوريكم واحد هنا، واحد مصري اسمه محمد عيد، ودي قناته على اليوتيوب. محمد عيد دون واحد نصاب. ليه بقى نصاب؟ لانه بيشجع واحد نصاب تاني على انه ينصب على الناس. وعامل فيديو هنا، عامل فيديوهات هنا مع ووتر كوردوينا. ووتر كوردوينا ده واحد نصاب. ووتر كوردوينا ده بيضحك على الناس وبيقول لهم ان هو يقدر يتكلم 29 لغة او 30 لغة، وفي الحقيقة ووتر كوردوينا دون ما يقدرش يتكلم 29 لغة ولا 30 لغة، ولا حتى يقدر يتكلم 20 لغة، ولا حتى 10 لغات، ولا حتى 7 لغات، ولا 5 لغات. ووتر كوردوينا ده فقط بيحفظ كام جملة وكم كلمة في 29 لغة أو 30 لغة. في كل لغة بيحفظ كم جملة وكم كلمة، وفي نفس الوقت بيعملوا نظام editing اللي هو مونتاج للفيديو، بيعملوا مونتاج للفيديو عشان يضحكوا على الناس. وفي نفس الوقت بيحفظ بعض الجمل وبعض الكلمات في كل لغة، وهو أصلا فقط بيقدر يتكلم، لأن هو أصلا من هولندا وعايش في هولندا، فهو فقط بيقدر يتكلم اللغة الهولندية واللغة الإنجليزية، بيتكلم فقط لغتين، فقط يستطيع أن يتكلم لغتين ووتر كوردوينا. لكن بيقول للناس إن هو يستطيع أن يتكلم أو يتحدث 29 أو 30 لغة، لكن هو فقط يستطيع أن يتحدث لغتين، اللغة الهولندية واللغة الإنجليزية، ويمكن يستطيع أن يتحدث شوية أو بعض يعني من اللغة الألمانية واللغة الفرنسية. يعني في فرق، يعني يمكن يقدر يتكلم شوية بسيطة ألماني وفرنسي، لكن أعتقد برضك ما يقدرش يتكلمهم. لكن كل اللغات التانية فقط حافظ بعض الكلمات وبعض الجمل. ومحمد عيد ده عامل معاه 3 فيديوهات أو 2 فيديو بيشجعه على الكلام دون. لما انت تشجع واحد نصاب على انه يكذب على الناس، يكذب على الناس وينصب عليهم، يبقى انت كمان نصاب. هنا القناة بتاع ووتر كودوينا هنا. هنا القناة بتاع ووتر كودوينا. والشركة بتاعت اي توكي ديت، البرنامج والشركة بتاعت اي توكي ديت برضه بتساعد النصابين، برضه الشركة نصابة بتساعد النصابين هم يضحكوا على الناس. وفي مونتاج في الفيديو، هو حافظ كام جملة بيقولهم، بعد كده في مونتاج في الفيديو، وبعد كده ساعات بيكون معاه ورقة ولا حاجة بيقرأ حاجة تانية يقولها. لكن الفيديو مليان مونتاج، وفي نفس الوقت بيبقى حافظ كام جملة وكام كلمة باللغة كلها. هيني بولتا هيني بولتا ما سكت هو ما مجي هني ام باشا بہت پسند ہے پرنتو میں تو سے ہینی سیکھنا ہو امسٹرڈم بہت سندر ہے بہت اچھا ہے کہاں سے سیکھی اپ نے ہندی مائی میرا ہندوستانی دوس ہینی بول سکتا ہے پرنتو مائی کیرلا ملیالم سیکھنا ہو ڈو یو سپیک مور پنجابی کین یو سپیک سم تھوڑا حال کیویں شوف وہ بغیر اللغه على طول. يعني ووتر كردوينا قال الكام جملة، ووتر كودوين قال كام جملة اللي هو حافظهم، وقال كام جملة اللي هو حافظهم باللغة بتاعته،
وراح على طول لما لقى نفسه مش عارف حاجة تانية يقولها، بيسأله بقى تعرف لغات تانية، بيسأله ليه بقى تعرف لغات تانية؟ عشان يغير اللغة، عشان لو كمل باللغة ديت هيبان ان هو ما بيعرفش يتكلم اللغة، لان هو لو كان سأله دلوقتي أسئلة تانية في نفس اللغة مش كان هيعرف يرد عليه. فراح بسرعة بسرعة راح جاي قايل له تعرف تتكلم لغات تانية، عشان ينقل على لغة تانية ويقول كام جملة اللي هو حافظه في اللغة التانية. هو فقط بيقول كام جملة في كل اللغة، كام جملة هو حافظهم. تسي اتھے کی کر رہے ہو سی اوکے اٹس از مور فلوئڈ دین ہندی کین یو سپیک مور لینگویجز وكان في مونتاج هنا not so fluently french french hello this long maintenant en fait Italian, so there's 12. All right, he's playing a game. He needs to find people who speak different languages. Okay. Language. Okay. Yeah. From what I've also Danish. 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 Yeah. Oh. Oh. Yeah, yes, I can dance. Danish. Do from Denmark. Yeah, from Denmark. Then Denmark, good. Yeah, later also Danish. في مونتاج يا نصاب، في مونتاج في الفيديو. Stekru Dansk eller også svensk? Lidt svensk, ikke rigtigt. Greek as well. Really? Milaselnika. I mean, a little, I can do it a little bit, but the accent. Milaselnika, kala? Ikke så godt. Ikke så godt svensk. قال بس كام كلمة باللغة الدنماركية، وبعد كده راح قال كلمة كام كلمة باللغة السويدي، وبعد كده لما لقى نفسه مش عارف يقول حاجة تانية بالدنمارك والسويدي راح سألها، بيقول لك تعرف تكلمي اللغة اليونانية. بينقل كل شوية بينقل لغة تانية، يعني يقول كلمة كام كلمة بالدنماركي، وبعد كده يقول لك لا طب تعرف تكلمي السويدي، يروح قال لها كام كلمة بالسويدي، وبعد كده يقول لها طب تعرف تكلمي يوناني، يروح قال كام كلمة باليوناني. كل شوية بينقل للغة تانية عشان هو حافظ بس كام كلمة بكل لغة أو كام جملة في كل لغة. كله نظام نصب. وشوف هنا عامل إعلان لآي توكي عشان يعمل فلوس من الآي توكي، وكاتب اسمه اللي هو في الكود ووتر 2023، عشان لو حد بيستخدم الكود دون هو بيعمل فلوس من الاي توكي. هو واحد نصاب، واللي شغال معاه دون في الفيديو هنا او اللي عامل معاه فيديو هنا، هو مش شغال معاه بس هو عمل فيديو معاه، اللي هو محمد عيد ده نصاب كمان، لان هو وافق يعمل معاه فيديو ويضحك على الناس. ودي قناة محمد عيد، واحد مصري نصاب شغال معاه، هو عايش في هولندا هنا. مور انفو نيزرلاندز، عايش في هولندا هو، ووتر كوردوينا برضو عايش في هولندا ومن هولندا. فهو عمل كده عشان يجيب مشاهدين كتير، مهم عنده ان هو يعمل مشاهدات اكتر ومشتركين اكتر للقناة وفلوس اكتر من اليوتيوب. ما عندوش مشكلة ان هو يشجع واحد نصاب اللي هو محمد عيد ده، ما عندوش مشكلة ان هو يشجع ووتر كوردوينا اللي هو واحد نصاب وكذاب وما يقدرش يتكلم 29 لغة. لكن محمد عيد ما عندوش مشكلة ان هو يشجعه. ليه ما عندوش مشكلة ان هو يشجعه؟ لان هو هيعمل فلوس من اليوتيوب لما الناس اكتر تتفرج على الفيديو ويشتركوا في القناة عنده، ويمكن بعض المشتركين بتاع ووتر كوردوينا يجوا يشتركوا عنده كمان. ناس ما عندهاش يعني اي اخلاق ولا ذمة ولا اي قيم، يعني ازاي يساعد واحد نصاب ينصب على الناس فقط علشان هو يجيب مشتركين اكتر للقناة بتاعته؟ ازاي هو هيعرف لغتهم ولا لا؟ او تشوف هو اهو لبس تيشيرت مكتوب عليه لو ما عرفتش لغتك هديك 50 يورو جايزة. هنشوف الناس تبقى عامله ازاي، هو هيعرف لغتهم ولا لا، ونشوف هو هيخسر كام ولا مش هيخسر. Well, let's see. I don't know. Everything can happen. Everything can happen. You know. Ready? Yes, I'm ready. Let's go. Yeah. 50 euro. 50 euro. Yeah. Because you know my language. Which you never know. I know because. What language do you speak? Polish. Polish. You speak Polish. Polish for Polsku.
Mówię. Ja nie mówię język polski bardzo dobrze. Mm-hmm. Ja chcę uczyć się bardzo słowiańskich języków. Okej. Okay. Możesz po polsku bardzo mówię. Dobrze? Tak, bardzo dobrze. I want to be honest, I don't speak it well enough. You're going to get 50 euros. No jokes. You get it. Yeah. I don't speak it. I speak some phrases, but you got 50 euros. You see? شوف هو أصلاً ما بيعرفش يتكلم اللغة، هو بس حافظ كم كلمة وكم جملة، هو حافظ بس كم كلمة وكم جملة يقول لها أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم اللغة البولندية، واللغة البولندية لغة جميلة ونفسي أتعلم أكتر اللغة البولندية. فقط بيحفظ كم جملة، ونفس النظام في كل لغة، نفس النظام في كل لغة، يحفظ بس كم جملة وبعد كده يقول لك أنا بتكلم 29 لغة وهو بس حافظ كم جملة. Right, it's nothing to lose, right? So it is yours. Okay, thank you. Hey, hello. From where you are? Italy. You speak English, right? Yeah, of course. Get 50 euro. Speak Italian with him. Yeah. Any language or Italian? Parli italiano. Sì, sì, italiano. Posso parlare italiano? Sì. E davvero mi piace parlare e praticare tante. نفس الكلام بالضبط. يقول لك أنا بحب أتكلم اللغة واتحدث لغات متعددة، ونفسي اتعلم اللغة، ونفسي اتعلم اللغة اكتر. نفس الجمل بالظبط بيحفظها في كل لغة، ومجرد بس حافظ كام جملة وبعد كده يقولك انا بتكلم اللغة. انت بقى اذا جيت كلمت معاه في موضوع تاني مش عارف يرد عليك، هو فقط حافظ كام جملة يقولك انا بحب اللغة، واللغة لغة جميلة، وبتحدث بكذا لغة، وتعلمت اللغة من نفسي، ونفسي اتعلم لغات اكتر. هو فقط حافظ كام جملة دول. اذا انت قلت له كلام تاني مش هيفهم كلامك ومش عارف يرد عليك. كل اللغات فقط حافظ كام جملة، وعامل زي البغبغان، وعامل زي البغبغان بس يقول كام جملة هو حافظهم. هو بالظبط عامل بالظبط زي البغبغان يقول لك الكام جملة هو حافظهم، بس انت لو قلت له اي حاجة مش هيفهمك. Dal sud dell'Italia. Da sud Italia, sì. Sì, molto bene per conoscere la gente d'Italia. Sì, sì, grazie mille. Sì, very good. Sì. Quante lingue parli? Parlo totalmente 29 lingue. 29? 50. وكان فيه هنا برضو مونتاج. كان فيه مونتاج في الفيديو وبرضو فقط حافظ كم جملة بس. Davvero per una persona, sì, la persona parla una lingua che non parlo. Okay. È davvero molto interessante. Hablas sì. Español también? También puedo hablar español. Sì, claro. Sì, importante. Che quieres hacer hoy? Italiano perfectura. مونتاج، كل شوية مونتاج في الفيديو، نظام نصب وكذب. Perfetto, sì, sì, italiano perfetto. Spagnolo también. Spagnolo di perfetto. English también. Ok, sì. Nice. Non è facile, solamente una persona gagna la situazione. Можеш по-польску? Так. Oh, you speak Polish? Нет. Yeah, but do you speak Polish? Трохи. А, трошки. But can you hold a conversation in Polish? Yeah, or no? Yeah. Can you say something more in Polish? Yeah. Можеш по-польску добре? Трохи по-польску, да. Я резюмем трохи. Resume. Yeah, like he knows two phrases of Polish. I'm not sure if I... Like I literally gave 50 euros by saying a couple of phrases because I don't speak it well enough. So, sorry. كل لغات فقط حافظ كم جملة واحد نصاب. ومحمد عيد ده بيشجع النصاب. هنشوف هنا كم واحد بتفرج على الفيديو ده، 659,000 اتفرج على الفيديو ده، والفيديو التاني طبعا كان فيه بتاع 4 مليون ولا كم واحد اتفرجوا عليه. شوف الفيديو اللي تحتاني دون 4 مليون مشاهدة، الفيديو اللي هو التحتاني دون 4 مليون مشاهدة، والفوقيه 659,000 مشاهدة. هو فقط بيضحك على الناس عشان يعملوا مشاهدات ومشتركين للقناة. ووتر كوردوينا بيعمل فلوس من الموضوع دون. ومحمد عيد ده برضو واحد نصاب شغال معاه بالطريقة ديت. هو مش شغال معاه بس هو بيشجعه على النصب. مليان مونتاج، الفيديو مليان مونتاج. يعني شوف بيجيبه قريب بعد كده بعيد، يعني بيجيبوا الصورة من قريب بعيد، قريب بعيد، يعني ده فيه مونتاج. لما تلاقي مفاجأة جايبين صورة على البنات وبعد كده جايبين الصورة عليه هو، وبعد كده يجيبوا صورة من قريب صورة من بعيد، ده معناه ان في مونتاج. ونفس الجمل بالظبط اللي هو حافظه بيستعمله مع كل الناس. هو فقط بيحفظ كام جملة يقول نفس الجمل لكل الناس. جاكرتا. جاكرتا.
lăsare, e bere, un cafe cu te, si te piace, si. Hai. Ah, ia, ia. Ok, ok. Where is your, where are you from? I don't speak English. Is Vic your language? Say tira biciara vasa English. Oh. Say biciara vasa Indonesia. Say biciara vasa kamu. Itu bagus sekali. Yeah, but you speak Indonesia? Yeah, Indonesia. Really? Kamu dari di mana? Kamu orang Jakarta? Jakarta. Saya tahu bahwa kamu dari Jakarta. Aksen itu bagus sekali. Dan saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya juga suka ada banyak orang. Maliana montaj, ufakat hafiz kam gomla. وشغال عمال يتكلم زي البغبغان كده بيقول الكام جمله هو حافظهم. يعني تلاقي ووتر ده عمال يتكلم 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 يقول بس الكام جمله اللي هو حافظهم. اوه يا 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 باغوس باغوس باس انونيشا نيا باغوس باس انونيشا باغوس باس انونيشا باغوس باس انونيشا باغوس باس ¿Te gusta? No, yo creo que todo, pues... ¿Todo? Sí, muy bien. ¿Speak good Spanish? Sí. Desarrollando mi nivel en cada idioma y es un honor vivir en... هو فقط حافظ كام جملة في كل لغة وعامل نفسه بيتكلم اللغة. ومحمد عيد ده يعتبر نصاب. ليه محمد عيد نصاب؟ لأنه بيشجع ووتر كردوني على النصب. لما محمد عيد يعمل فيديو معاه ويقول انه فعلا بيقدر يتكلم اللغات دي كلها بالطريقة ديت بيساعد ووتر كوردوينا ان هو ينصب على الناس. لو انت مثلا اذا قلت على واحد نصاب ان ده واحد كويس وتقدر تصدقه وكلامه صح، يبقى انت كده لما بتقول كده على واحد نصاب يبقى انت كده بتشجع النصاب ان هو ينصب على الناس. هو ده اللي محمد عيد بيعمله. لما محمد عيد يقول ان ووتر كوردوينا فعلا بيقدر يتكلم 29 لغه دول ويعمل معاه فيديو يعمل معاه 2 فيديو كمان، عملت معاه 2 فيديو ويمكن عايز يعمل فيديوهات تانية معاه، لما يعمل معاه كذا فيديو يقول ان هو فعلا بيقدر يتكلم اللغات ديت وفي نفس الوقت يعملوا مونتاج في الفيديو ويضحكوا على الناس، يبقى محمد عيد ده نصاب، لانه بيشجع نصاب ان هو ينصب على الناس. هو بيساعد ووتر كوردوينا ان هو ينصب على الناس، يبقى محمد عيد ده كمان نصاب.